طيب لو انا قلت لك دلوقتي ليه ميدو بره مصر في الاحتراف بيبقى متألق بيجيب جوان، لكن مع المنتخب اداؤه بيقل ما بيكونش قوي زي بره مصر، ليه؟ والله يعني انا شايف ان ده فيه ظلم كبير ليا. انا شايف ان انا لعبت حوالي 50 51 مباراه دوليه، احرزت فيها حوالي 20 هدف، وده يعتبر رقم جيد يعني. ولا عشان كنت بتاخد فلوس اكتر فكنت مركز اكتر؟ لا لا الحمد لله، يعني انا كنت دايما بلبي دعوه منتخب مصر، عمرنا ما اتخضينا فلوس في منتخب مصر، كنا بنيجي على حسابنا وندفع تذاكر طيران على حسابنا طيب ليله ما اختاروك بقى من اكثر 10 لاعبين بدانه في الدوري الانجليزي حسيت بايه؟ عمري هوريك صوري وانا بلعب في انجلترا. ما هم قالوا اختاروك من ضمن 10 لاعبين. لا لا عمرهم ما اختاروني. دي مجله معروفه. لا يا ريت لو اختاروه. يا ريت لو انت عايز تنسى الموضوع؟ لا لا يا ريت لو انتوا بتعرضوا صور في البرنامج موجودة. جيبي صور وانا بلعب في الدوري الانجليزي، وانا بلعب في توتنهام، وانا بلعب في ميدلزبرا، وانا بلعب في ويجن، وانا بلعب الحمد لله كنت فت وكنت على فكره مش احنا اللي قلنا كده، الكلام ده في الصحف الانجليزيه وهم اللي قالوا كده. طيب عندي 3 كتب اسود واحمر وابيض، لو قلت ميدو حسام لياليه ممكن تملى انهي كتاب فيهم؟ الابيض. الابيض؟ ده عشان الزمالك؟ عشان الزمالك، وعشان الحمد لله انا شفت ايام سعيده جدا في حياتي، وبحمد ربنا على 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 حياتي كلها، واللي ربنا اداهوني في كل حاجه. الحمد لله انا عندي 3 اولاد ما شاء الله، علي وحسين وهاشم، وهم دول اغلى حاجه في حياتي. ابويا وامي الحمد لله صحتهم بخير، واخواتي ومراتي، انا بالنسبه لي دول اهم حاجه. اكيد اختار الكتاب. نتمنى لك يا رب كل ايامك تكون بيضاء.